برضو بعد ما فتحنا السيف وظبطنا الوحدات بتاعتنا، نغير خلفية الشاشة ازاي؟ من اوبشن جرافيك كولرز، وهاجي هنا على الباك جراوند، او الاسهل من كل ده يا جماعة اختار من هنا كلمة ايه؟ بلاك باك جراوند، واقول له اوكي. الجريدات اللي موجودة قدامنا ديت نشيلها ازاي؟ من علامة صح، واشيل الصح اللي قدام مين يا جماعة؟ هورس. نبدأ ندخل الجريدات بتاعتنا، كليك يمين اد اند موديفاي جريد، واقول له موديفاي اند شو سيستم. هشتغل سبيسنج. حد كده يملي لنا الجريدات اللي معانا في المذكرة. واحد ونص، ثلاثة، كم؟ 73، 31، 31، 4، 45، 4، 1.5، وفي الآخر بنختم بالصفر. بالنسبة للواي قول يا عم، 1.75، 3.25، 5، 3.75، كم؟ 1.75، ونختم في الآخر بصفر. وأقول له أوكي، وأقول له أوكي، يروح الراجل جاب لنا شبكة الجريدات بتاعتنا. كالعادة يا جماعة عايزين نعرف تخانة البلاطات من قائمة ديفاين سلاب بروبرتيز. وأقول له أد نيو سلاب، وأعرف التخانة بتاعتي فلات سلاب. نوع الماتيريال خرسانة. نوع الماتيريال خرسانة. ماشي، نوع الماتيريال خرسانة. نوع التخانة سلاب. والتخانة بتاعتنا كام يا جماعة؟ من 10؟ لا، هي 25 سم، يعني 25 من 100. في أي دروب بانل موجود عندنا ولا حاجة؟ شكراً، أقول له أوكي. الخطوة اللي بعد كده يا باشمهندسين، بعد ما أعرف تخانة البلاطة عايزين نعرف قطاعات العمدان. من قائمة ديفاين كولوم بروبرتيز، وأقول له أد نيو بروبرتي. خلي بالكوا إحنا كان عندنا نموذجين من العمدان. النموذج الأولاني كولوم بين قوسين كده 30 في 30. نوع الماتيريال خرسانة، شكل القطاع ريكتانجلر، أبعاد القطاع بتاعتنا 3.10 في 3.10، ونعلم على الأوبشن ده يا جماعة اللي هي انكلود أوتوماتيك ريجيد زون أريا أوفر كولوم. هل العمود بتاعنا ده معاه دروب بانل أو كولوم هيت؟ شكرا، أقول له أوكي. هرجع تاني أقول له اعمل لي عمود تاني عبارة عن، هسميه كده يا جماعة كولوم بين قوسين 40 في 40. شكل الماتيريال خرسانة، شكل القطاع ريكتانجولر، أبعاد القطاع بتاعتنا 4.10 في كام يا جماعة؟ في 4.10، وعلم على الأوبشن ده، هل العمود ده معاه دروب بانل أو كله من هيد؟ لأ، شكراً، وأقول له أوكي، وأقول له أوكي يا باشمهندس. ده حضرتك يا فندم بالنسبة لتعريف قطاعات العمدان. أما بالنسبة للحوائط الخرسانية، زي ما حضرتك شايف في المشروع بتاعنا إحنا عندنا شير وول وكور، فمن قائمة ديفاين وول بروبرتيز. واقول له اد نيو وول، واعرف التخانه دي يا جماعه، وليكن كلمه وول بين قوسين كده 30 سم. نوع الماتيريال خرسانه، السكنس بتاعتنا 3.10، وهعلم على الاوبشن ده. على فكره يا جماعه برنامج الايتاب بيحس بالحيطه الخرسانيه على انها خط. انتوا معانا؟ لا، يعني ما بيحسش بمجسم الحيطه الخرسانيه، ولكن في الايتاب في السيف ممكن يحس بخط لو انا ما علمتش على الاوبشن ده، انما يحس بالحيطه الخرسانيه على انها اريا وعلى انها قطاع لو انا علمت على الاوبشن ده زي قطاع العمود كده بالظبط. في مشاكل؟ واقول له اوكي، واقول له اوكي. حضرتك يا باشمهندس سؤال صغير، هو يا جماعه مش الخرسانه سابقه الاجهاد اللي بيبقى موجود وبيعمل كل ده عباره عن كابلات؟ مش لازم ندخل الكروس سيكشن اريا بتاعت الكابل؟ اولا حضرتك يا فندم، احنا لما بنيجي نسلح يا جماعه مش المفروض التسليح بتاعنا يا اما فاي 10 او فاي 12 او فاي 16؟ الفايات دي جت منين؟ من المصنع بتاعنا، صح ولا لا؟ احنا موجودين في مصر، والقطاعات اللي موجوده في مصر غالبا المنتشره هي فاي 10 و12 و16، صح ولا لا؟ مش اي قطر كابل ينفع، لازم حضرتك كابلات متوفره في السوق، ودي بتيجي من المصنع. حضرتك يا باشمهندس الكابل اللي انا هدخله القطر بتاعه عباره عن نص بوصه، نص بوصه. هي البوصه كام سنتي؟ 2.54 من 100. يبقى النص بوصه كام سنتي؟
واحد 27% سنتي. يعني انا عندي القطر الديامتر بتاع الكابل اللي انا هدخله عبارة عن 1.27 سنتي يا باش مهندس. نحولها للمتر، وبعد ما نحولها للمتر نبدأ نجيب الكروس سيكشن اريا علشان ندخله هنا يا باش مهندس. يبقى يا جماعة من قائمة ديفاين تندم بروبرتيز، الكابل بالمناسبة جوه السي بيسميه تندم تندم، واقول له اد نيو تندم ونسمي التخانة ايه يا جماعة؟ كروس سيكشن. معايا؟ الكروس سيكشن بتاعت الكابل. نوع الماتيريال، هي ما فيش الا ماتيريال واحدة بنسيبها زي ما هي اللي هي الستيل. هدخل الكروس سيكشن بتاعتنا. كام يا عم الرقم اللي موجود عندنا؟ 0.001265 بوينت او 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 1 2 2 كم؟ 6 5. ده الكروس سيكشن اريا لكابل القطر بتاعه نص بوصة اللي هي 1.27 سنتي. ادي يا عم اللي موجود معانا في المذكرة صفحة 27. نقول تاني الكلام اللي احنا قلناه قبل الصلاة. هجيب امر البلاطة العادي ده، ومن قدام كلمة بروبرتي اختار فلات سلاب، وهبدأ ارسم حدود البلاطة بتاعتي. واروح اعمل سكيب. خلي بالكم هو المشروع بتاعنا يا جماعة في فتحات، الحتة دي كده فتحة ما فيهاش بلاطة، والحتة دي كده فتحة ما فيهاش بلاطة. انا عندي امكانية وانا برسم ما خدتش دي في الاعتبار، وانا برسم خدت دي في الاعتبار. ما انا لسه قايل لكم من شوية ان انا ممكن ارسم البلاطة واعمل فيها ايه. ممكن واحد تاني يبقى له رأي تاني يقول لك يا عم استنى، انا هجيب امر البلاطة ده وهبدأ ارسم من هنا لهنا لهنا، اهو يا باشمهندس شايفين يا جماعة، لهنا لهنا وارجع لدي ولدي ولدي وادوس انتر، يروح عامل لك بلاطه من غير الفتحه اللي هنا يا جماعه ومن غير الفتحه اللي هنا. تفهمينه ولا لا؟ الامر الاولاني ده بيرسم بلاطه بعدد لا نهائي من النقط. كل ما تعمل كليك يعمل لك حدود البلاطه بتاعتك يا باشمهندس. فممكن حضرتك يا فندم وانت بتستخدمه ممكن حضرتك تاخد في الاعتبار اماكن الفتحات، وممكن واحد تاني ما ياخدش في الاعتبار اماكن الفتحات او ياخد بعضها ويسيب بعضها، وبعد كده هو يعمل الايه؟ الفتحه بنفسه. حد ما طرت؟ ده كده بالنسبه لرسم البلاط. بس يا باشمهندس انا متضايق، العمدان اللي بره دي يا جماعه عمدان 30 في 30. لو هي 40 في 40 كنت عملت اكس باند 20 سنتي، انما هي 30 يبقى اعمل لها اكس باند كام؟ 15%. فبعلم على البلاطه اديت اديت اريا اكس باند نص عرض العمود اللي بره 15%. في مشاكل؟ بعد ما عملت اكس باند يا باشمهندس، ايه راي حضراتكم لو بدانا نرسم الاعمده، وبعد الاعمده نرسم الحوائط، وبعد الحوائط نعمل الفتحات بتاعتنا. بصوا كده، هي العمدان بتاعتنا كانت فين؟ اولا هجيب امر كولوم بالقطاع اللي اسمه 30 في 30. اماكن العمدان حد يفتكر كده معايا كانت اماكن العمدان فين؟ كورنر، وادي واحد في النص، وهنا وهنا وهنا. طيب بص يا عم كده، واحد هنا اهو يا جماعه، وفي واحد هنا، لا هنا، لا هنا، وفي واحد هنا، وفي واحد تحت هنا، وفي واحد حضرتك هنا، وفي واحد هنا. هغير ال 30 في 30 واخليها 40 في 40. انا عندي عمود هنا 40 في 40، وعمود هنا 40 في 40، وعمود هنا 40 في 40. اديني رسمت لك العمدان. ما تنسوش يا جماعه ان اماكن العمدان بتاعتنا اللي انا رسمتها لو حضرتك وقفت في الـ3D هتلاقيها موجوده. راسيه اهي ارتفاعها 3 متر. جه عرفت منين انها 3 متر؟ ما انا يا عم لما جبت امر العمود قال لك الهايت بتاع العمود كام؟ 3 متر يا باشمهندس. في مشاكل؟ عايزين نرسم الحوائط الخرسانيه. يمكن الحته دي جديده النهارده، اول مره نقولها، ما قلناهاش قبل الصلاه، اللي هي يا جماعه ان في امر اسمه درول زي اللي كان موجود كده في الايتاب. حضرتك الامر ده موجود اهو يا جماعه، لو انا جبته
من قدام كلمة بوبرتي هختار اسم التخانة اللي هي قول ايه 30، وابدأ يا باشمهندس ارسم الحوائط بتاعتك. يعني لو جيت هنا كبرت وصلت من هنا لهنا يروح راسم لك حيطة، من هنا لهنا يروح راسم لك حيطة، لحد ما اعترض يا جماعة. كلام زي الفل اهو يا باشمهندس، وكلام 10 على 10. كان في حتة هنا تقريبا من هنا لهنا، وكان في حتة هنا برضو تقريبا من هنا لهنا، وكان في حتة من هنا صح؟ ايوه لهنا. حاضر. وفي حتة كمان من هنا لهنا، وكان يا باشمهندس في حتة في الحتة دي كده من هنا لهنا، وكان يا باشمهندس في حيطة هنا من هنا لهنا، حد معترض؟ وعندنا القور من هنا لهنا لهنا ومن هنا لهنا لهنا ومن هنا حضرتك لهنا، حد معترض؟ في ها لحظة واحدة، أنا برسم الحوائط دلوقتي يا باشمهندس صح؟ ماشي. ماشي. بعد ما رسمت العمدان، نعم غلط، لازم نرسمها على حتتين عشان الحتة الرأسية تحس بالحتة الأفقية، لازم يكونوا متقسمين زي بعض معايا؟ باشمهندس أنا عندي في هنا فتحة، وعندي هنا فتحة صغيرة، وعندي هنا فتحة صغيرة، طب ما تيجي نعمل الفتحة اللي هنا. لو أنا جبت العدسة كده وكبرت في الحتة دي، وجبت أمر البلاطة التاني دوت، ومن قدام طيب خليتها هي يا جماعة، ورحت جاي عند الكورنر ده عامل كليك، وده أنت داس كليك لغاية الكورنر التاني، سوري من هنا يا جماعه كليك، وده انت داس كليك لغايه الكورنر اللي هنا ده، ورحت مرجع العدسه بتاعتي، راح اعمل لك فتحه في الحته دي. باشمهندس للاسف الشديد، للاسف الشديد لما اجي اعمل الفتحات اللي هنا دي يا جماعه انا ما خدتهاش في الاعتبار وانا بدخل الجريدات، يعني انا ما اعرفش بدايه الفتحه دي فين صح ولا لا. قال لك بسيطه حضرتك، لو جبت الامر ورحت عامل هنا كليك وماشي يجيب لك ابعاد الفتحه جنبيها اهو، شايفينها الفتحه دي يا جماعه الدبس بتاعها متر، فهدلنا صغر وكبر كده لغايه ما يجي الارتفاع بتاعنا كام؟ وراح سايب. هي الناحيه دي ولا الناحيه التانيه؟ بسيطه، كنترول زد واروح رايح الناحيه التانيه. كام يا عم المسافه دي كده؟ متر اهي صح ولا لا؟ مش هي متر كده؟ واروح سايب. ما هو لو مش عايز تنشن كان المفروض تدخل جريد عند بدايه الفتحه عشان اعرف بدايتها فين. هو ده ما فيهوش زي لا ما فيهوش. حضرتك يا باشمهندس برضو الحكايه الفتحه الثانيه هضم اصغر كده واكبر لغايه ما يجي متر بالظبط، واروح سايب واروح مرجع العدسه بتاعتي، يروح الراجل عامل لك الفتحه اللي هنا والفتحه اللي هنا. لو حضرتك مش عايز تكبر وتصغر وتزوم زي ما احنا عملنا كده، يعني كان من المفترض حضرتك وانت بتدخل الجريدات تدخل لي جريد عند مكان الفتحه، تدخل لي جريد عند مكان الفتحه. وانا شايف صراحه ان انا ما تعبتش قوي في الزوم اللي انا عملتها والفتحات اللي انا عملتها يا باشمهندس. ادي يا جماعه الشكل النهائي للمنشا بتاعنا بعد ما رسمنا الحوائط الخرسانيه، وبعد ما رسمنا العمدان، وبعد ما رسمنا البلاطات والفتحات. طبعا احنا هنا ما عندناش مارجنال بيم. عايزين يا جماعه نعمل الشرايح بتاعتنا. مش احنا قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها شرايح؟ حضراتكم لو انا جبت عمر الشريحه واخترت لير ايه عن الشرايح الافقيه كله من ستريب، احنا اتفقنا قبل كده عرض الشريحه بكام؟ ما اتفقناش، احنا قلنا هنسيب عرض الشريحه وهنخلي الكمبيوتر هو اللي ايه يحسبها بنفسه، فسيبها دلوقتي وهنخلي الكمبيوتر حالا يحسبها بنفسه. الكله من ستريب، يبقى انا هاجي هنا فوق العمود وارسم كله من ستريب. لا اله الا الله، انت اشمعنى يا عم المشروع اللي فات ما عملتش هنا كله من ستريب؟ لان المشروع اللي فات كان فيه هنا كاميرا مارجنال بيم، وطالما في كاميرا يبقى ما فيش حاجه اسمها كله من ستريب صح ولا لا؟ اهو يا باشمهندس من هنا لهنا يا عم كل فوق العمدان كله من ستريب يا باشمهندس، وهغير كلمه كله من ستريب واخليها ميدل ستريب، من المنتصف للمنتصف، من المنتصف للمنتصف، اهو يا باشمهندس حد معترض؟ وهغير يا جماعه لير ايه اخليها لير بي، وهنبدا الاول بالميدل من المنتصف للمنتصف، منتصف الباكيه بالظبط. طبعا الراجل ده محترم بيجيب لك علامه بتقول لك انت واقف فين بالظبط بالنسبه للباكيه.
ماشي، وهغير كلمه ميدل ستريب اخليها كولومن ستريب. هل اختارها عند سنتر لاين ولا من عند سنتر لاين؟ المركز لمركز معايا، وهلغي الامر ده كده. بص يا جماعه، لو حضرتك يا باشمهندس كبرت شويه من علامه صح كده وظهرنا المجسم، ايه راي حضراتكم معايا؟ احيانا يا جماعه بيبقى فيه رؤيه حاجات كده غريبه، دي حاجات كده ولا كانك شايفها يعني ولا اي حاجه، في بلاطه موجوده ودليل على كده ان انا لما وقفت وعملت كليك راح مختار لك البلاطه، بس هو الفيو بتاع البرنامج بس تحس ان في حاجه مش طبيعيه. باشمهندس برضو ما قلتليش، برضو ما قلتليش عرض الشريحه اخليه يحسبها اوتوماتيك ازاي؟ اولا احنا رسمنا الشرايح زي ما موجود معانا في المذكره، بيقول لك لتعديل عرض الشرايح اوتوماتيكي، عشان نعدل عرض الشرايح اول خطوه يا جماعه هنختار الشرايح. حد يقول لي كده هنختار الشرايح ازاي؟ اكيد اكيد انا مش هختار الشرايح شريحه شريحه، صح؟ فايه رايكم لو قلت له سيلكت سيلكت بروبرتيز ديزاين ستريب لاير معايا؟ والحته دي موجوده معانا في المذكره اهي، سيلكت سيلكت بروبرتيز ديزاين ستريب لاير، سيلكت سيلكت بروبرتيز ديزاين ستريب لاير. لو انت علمت على لاير ايه وقلت له اوكي يختار لك الشرائح الافقيه بس، لو انت علمت على لاير بي وقلت له اوكي يختار لك الشرائح الرأسيه بس. طب انا عايز يختارهم الاثنين، فهعلم على ايه وبي؟ طب علمت عليهم الاثنين ازاي؟ علمت على ايه ودست كنترول وعلمت على بي، في مشكله؟ ورحت قايل له اوكي راح مختار لك الشرائح الافقيه والرأسيه، وهدخل من قائمه اديت edit strip edit strip widths. الكلام ده موجود معانا اهو يا جماعه، بعد ما اختار العمدان edit edit strip edit strip widths تظهر لنا شاشه. لو انت علمت على اوتو يبقى هو اوتوماتيك هيحسب مين؟ عرض الشريحه. لو انا قلت له يوزر، فمين هو اليوزر؟ انا اليوزر، انا اللي هدخل عرض الشريحه بنفسي، وده مش هيحصل. هقول له اوتو اوكي، يروح الراجل اوتوماتيك حاسب لك عرض الشريحه. طب عايز اتفرج، تتفرج على ايه؟ على عرض الشريحه وعلى التقسيمات. لو حضرتك دخلت من علامه صح، لو حضرتك دخلت من علامه صح وعلمت هنا على حاجه اسمها شوتس، يعني ايه شوتس؟ اول ما اقول له اوكي يروح الراجل كتر خيره ظاهر لك عرض كل شريحه. طبعا في شويه لخبطه موجوده بسبب ان الشرائح الافقيه الرأسية ظاهره، هرجع تاني من علامه صح واقول للاير الرأسيه اختفي، يبقى اللي ظاهر قدامنا بس مين؟ الشرائح الافقيه. حضرتك يا باشمهندس لو جينا كبرنا هنا كده بيقول لي معاليك يا فندم الكولومن ستريب اللي هنا بادئ من حرف البلاطه لغايه تقريبا نحايه الحيطه الخرسانيه. الكولومن ستريب اللي بعديه بادئ تقريبا من بعد الحيطه الخرسانيه بملي لغايه النقطه دي. طب باشمهندس هو انا يعرف ينفع اطلع عرض الناس دي كلها؟ نسيب بس يا جماعه كده عشان لا قدر الله حصل حاجه كده ولا كده، انتوا عارفين محدش يضمن الظروف. شايفين الامر ده يا جماعه؟ لو انا جبته وعملت كليك هنا وعملت كليك هنا، يروح الراجل قايل لك المسافه دي بكام؟ 2.8 معايا؟ بص يا جماعه كده، لو انا عملت كليك هنا وكليك في الاخر يقول لك المسافه دي بكام؟ 1.975. على فكره يا اخوانا لو بعد ما عملت الدايمنشن بتاعتي وعلمت عليها انا ممكن اعمل لها ايه يا جماعه؟ ديليت، صح ولا لا؟ لو حضرتك عايز تعرف مسافه ما بين نقطتين ادي امر اسمه ايه يا جماعه؟ درو دايمنشن لاين يا باشمهندس. ماشي؟ طب دي الشرائح الافقيه، لو انا شلت الشرائح الافقيه وعلمت على الشرائح الراسيه يجيب لك عرض كل شريحه راسيه يا باشمهندس بسبب وجود الفتحات يا جماعه. احيانا بيحصل شويه بس ده في الفيو مفيش اي غلط ولا حاجه، موضوع الخط المايل اللي موجود قدامك. طيب
من علامه صح شيل الصح اللي قدام كلمه شويتس، وكل اللي هيظهر قدامك بس هو السنتر لاين بتاع كل شريحه يا باشمهندس. مش ده الكلام اللي احنا قلناه يا جماعه قبل الصلاه ولا ايه؟ يمكن الحته الجديده اللي احنا قلناها في صفحه 30 موضوع ان انا اخلي ايه يا جماعه؟ عرض الشرايح اوتوماتيكي، عرض الشرايح اوتوماتيكي. عايزين ندخل الكابلات بقى، عايزين ندخل الكابلات بتاعتنا. مش احنا قلنا ان في بوست تنشن؟ ايه رايكم لو انا عايز ادخل الكابلات الافقيه الاول؟ فبيقول لك اول خطوه يتم اختيار الشرايح الافقيه. نختار الشرايح الافقيه ازاي؟ من سيلكت، سيلكت بروبرتيز ديزاين ستريب لاير، واختار من هنا لاير ايه، ومن قائمه اديت اتندن اتندن ان ستريب اتندن ان ستريب، يعني احط الكابلات بتاعتي في الشرايح اللي انا مصممها او اللي انا رسمتها. كلمه باندد حزم، والسبيسنج او الباند ويدث بدخلها صفر، والكروس سيكشن بتاعنا اسم القطاع اللي انا كنت معرفه بتاع النص بوصه، فاكرينه؟ ها؟ هختاره من هنا يا باشمهندس. انا عندي نوعين يا جماعه من شكل الكابل جوه البلاط، لا اما برابله، وبرابله معناه ان هو بيمشي عدل الاول وبعدين ياخد منحنى، لا اما ريفرس برابله، وده يا باشمهندس معناه ان الكابل بياخد شكل برابله من الاول للاخر. هو حد شاطر يقول لي هو شكل الكابل بيبقى عامل ازاي؟ شكل الكابل بياخد نفس شكل المومنت، والمومنت بتاعنا بيبقى برابله، صح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك هختار من هنا كلمه ريفرس برابله واقول له اوكي. اول ما اقول له اوكي يروح الراجل حاطط لك كابلات باللون الاخضر عند اماكن الشرايح اللي احنا كنا واخدينها. نقول تاني، لو انا حبيت اختار الشرايح الرأسيه هقول له سيلكت، سيلكت بروبرتيز ديزاين ستريب لاير، واختار من هنا لاير بي، ومن قائمه اديت اتندن اتندن ان ستريب. باندد يعني حزم. حضراتكم لو فيكم حد شاف الكابلات دي قبل كده، هي عباره عن، عارفين حبال الغسيل؟ حزم كده يا باشمهندس، لو بصيت للحزمه هتلاقيها عباره عن كابلات صغيره بس ايه، ملفوفه على بعضها. حضرتك يا باشمهندس كلمه الويتس خليتها صفر علشان هو اللي يعمل ديزاين ويحط الكابلات على المسافات اللي هو عايزها، واسم القطاع وريفرس برابله، اي حاجه ثانيه بسيبها زي ما هي واقول له اوكي، يروح عامل لك كابلات راسيه. باشمهندس انا عايز اتفرج. تتفرج على ايه؟ على الكابلات. اصل اللي ظاهر قدامي كده خط اخضر. ايه رايكم يا جماعه لو انا دوست على شيفت ورحت جاي على الكابل ده وعامل كليك يمين؟ يقول لك ايه بقى؟ المكان اللي انت عملت فيه كليك يمين ده، المكان ده فيه ثلاث حاجات، في كابل وفي شريحه وفي بلاطه، انت عايز تشوف انهي واحد من الثلاثه؟ عايز تشوف انهي واحد؟ الكابل يا جماعه، مش المكان اللي انا واقف عليه ده. كان مرسوم فيه ايه قبل كده؟ اول حاجه خالص بلاطه، وبعد البلاطه رسمنا شريحه، وبعد الشريحه رسمنا في الشريحه كابل. فلما جيت وقفت هنا عملت شيفت كليك يمين، قال لك انت عندك ثلاث حاجات في المكان ده، انت تقصد مين بالظبط؟ انا اقصد الكابل، واقول له اوكي. لو انا اخترت من هنا اي اختيار يعجبني يروح جايب لك شكل الكابل موجود جوه البلاطه الخرسانيه ماشي ازاي. ايه رايكم يا جماعه؟ بالظبط، لا بتقول بعرض منها او طول بالظبط بالظبط معايا؟ طب معلش سؤال بس، ها لما بنيجي نشده عشان نحطه في القطاع الخرسانية بنشده بايه؟ او نمسكه ازاي؟ بمكنه، مكنه يعني؟ مكنه جاك بيتسبب. بص يا جماعه، بص يا باشمهندسين، هو كان في معايا باور بوينت دورت عليه دلوقتي وروحت البيت حتى كمان ما لقيتوش، بيشرح لنا الطريقه ديت ظريفه قوي. اولا الكابل يا جماعه بيتثبت من ناحيه ويروح ممشيه جوه ماسوره بلاستيك، انا بشرح ببساطه شويه، عامل زي سلك الكهرباء اللي بيبقى ماشي جوه الخرسانه، مش الكهرباء بيجي يدكك السلك جوه الماسوره،
بتمشي معاك ولا ما بتمشيش؟ تمشي معاك مع ان الخرسانه مصبوبه صح ولا لا؟ الراجل ده بقى احنا مش بندكك الكابل، لا ده الكابل بيبقى موجود جوه ماسوره ومتثبت جوه البلاطه، وبعدين رحنا صابين، وبعد ما صبينا وبعد ما الخرسانه نشفت الكابل ده بيتثبت من ناحيه، واجي من الناحيه الثانيه اروح جايب جاك يبدا يشد لغايه قوه معينه. خلي بالك كل ما شد الكابل هيتشد معايا لانه جوه ماسوره بلاستيك، يعني الخرسانه مش مكلبشه فيه. وبعد ما يشد لغايه حد معين بصامونة صغيرة يروح رابط او زانق الكابل عشان ما يفلتش. انت معايا ولا لا؟ اللي هو انكر بقى، يروح عامل انكر علشان يقفل على الكابل يا باشمهندس. يقوم الكابل عايز يرجع وانت مش منع من الرجوع، فيبدا يعمل ايه في الخرسانة؟ يضغط على الخرسانة بنفس شكل الكابل اللي انت شايفه ده يا باشمهندس. انت معايا ولا لا؟ واحد يقول لك يا باشمهندس انا شايف يعني معلش ان تنفيذ الكلام ده مش سهل، وحد قال لك ان هو سهل، وحد قال لك ان هو رخيص، كل الكلام ده كله مكلف لان مش اي حد بينفذه. طب ازاي بقى يا باشمهندس؟ طب ما كان احسن ان انا ازود تخانه البلاطه وازود التسليح واخلص، ولا ايه؟ دلوقتي مش احنا حاطين الكابل ده عشان يعمل لنا مومنت عكسي وديفليكشن عكسي، علشان يبقى الديفليكشن النهائي قليل والمومنت النهائي قليل، فين التوفير اللي انا عملته؟ توفير فين يا عم؟ ده انت كده جبت لي شركه متخصصه وكابلات مش اي ماتيريال وطريقه معينه للتنفيذ، حضرتك كل ده ايه؟ هو الباشمهندس حاطط فلوسه في البورصه؟ يعني كل شويه طالع داخل عمال يعرف اخبار البورصه ولا ايه؟ ايه؟ حاطط فلوسه في البورصه يعني ولا كده؟ الايه؟ البلد واقعه. البلد واقعه؟ هنعدل الايه؟ ما انت بتثبته. يا حبيبي بيتثبت جوه البلاطه، بيتثبت جوه، ما انا هثبته كده بالطريقه دي ازاي؟ معايا؟ شباب يا باشمهندسين، ما حدش قال لي فين التوفير اللي انا عملته؟ بالظبط. والعمدان؟ تخيلوا يا جماعه انا عندي برج 30 40 دور. برج 30 40 دور، تخيل المسافه بين العمدان كبيره شويه 12 متر مثلا، وراح الراجل علشان نسيف البلاطه اللي هي ال 12 متر دي، رحنا عاملين ايه يا جماعه؟ تخانه فلات سلاب لو عاديه 30 سم، وحديد هيوصل لفاي 18 او فاي 16. بالله عليك مع ال 30 دور انت متخيل كميه الاون ويت اللي موجوده؟ كميه القطاعات بتاعه العمدان اللي هتطلع، الاساسات بتاعتنا، الخوازيق اللي شايله المنشا، مش كل دي تكلفه زياده؟ تخيل بقى لو انا بدل ما اخلي تخانه البلاطه 30 سم والحديد فاي 16، رحت مخلي تخانه البلاطه 20 سم والحديد فاي 12 وساعات فاي 10، لان الكابل هيعمل شغل جامد. يبقى انا كده زودت تكلفه في الكابلات، بس المقابل ايه بقى يا جماعه؟ قللت الاون ويت في كل سقف في كل دور. مع عدد الادوار يبقى انا قللت قطاعات العمدان، قللت قطاعات اللفشه، قللت الخوازيق اللي انا هستخدمها يا باشمهندس. في حاجه؟ يعني معنى ذلك التوفير بتاعنا مش في البلاطه، لا تكلفه البلاطه هتبقى اغلى شويه، ولكن التوفير بتاعنا هيبقى في حاجه ثانيه يا باشمهندس. تاني يا جماعه الشاشه ديت جبناها تاني ازاي؟ حضرتك بتيجي عند اي كابل وتدوس شيفت كليك يمين وتختار من هنا الكابل بتاعك وتقول له اوكي، وتختار اي اختيار يجيب لك شكل الكابل هو موجود جوه البلاطه. حضرتك لو ركزت شويه في شكل الكابل هتلاقيه واخد نفس شكل مين؟ الايه؟ في باشمهندس شاطر يقول لك يا باشمهندس الكابل ده لما جيت ابص له لقيت فعلا الكابل واخد شكل المومنت، بس جه في الاخر هنا ولقيته خط مستقيم. اساسا الكابل في الحته اللي في الاخر دي مش موجود، لان في الاخر هنا يا باشمهندسين فين يا عم؟ كان في فتحه يا باشمهندس موجوده. حضراتكم ركزتوا، الكابل اللي انا علمت عليه هو ده نهايته يا جماعه؟ كانت فاتحه، يعني كان المفروض الكابل ينتهي عند النقطه ديت يا باشمهندس. طيب عايزين ندخل الاحمال بتاعتنا. نعم؟ لا سيب بس. لو انا علمت على السقف بتاعي في بوست تنشن موجوده في السقف، بس دي مع الكباري. لو انا علمت على البلاطه ودخلت من قائمه الساين لود داتا سيرفس لود في الديد 2 من 10 كفرنج. الايه؟
كنترول ايه؟ لا على البلاطه بس، لان الشير وول ديت والكره هيعتبرها لانها تبع البلاطه. معايا؟ حضرتك يا باشمهندس في الديد 4 من 10. لا سوري 6 من 10. 2 من 10 كفرنج و4 من 10 حوائط متسيحه، يبقى 6 من 10. هعلم على البلاطه. طبعا يا جماعه الميزه الثانيه ان انا راسم البلاطه كلها كتله واحده، ان انا بعمل كليكايه صغيره يروح مختار لك البلاطه كلها. اساين لود داتا سيرفيس لود، وادخل هنا في اللايف. كان اللايف لود بتاعنا 400 على فكره، 4 من 10. لا 400 600، ده كان قبل الصلاه. معايا؟ اهو ارجع للمشروع بتاعك تاني. اللايف لود بتاعنا كان 400 والكفرنج كان 200. ايه رايكم يا جماعه لو دخلنا من قائمه ديفاين لود كومباينيشن اد نيو كومبو؟ هنعمل كومبويه اسمها وركينج. الديد هنضربه في كام؟ واللايف هنضربه في كام؟ وهنجمع معاهم البوست تنشن فاينل ونضربه في واحد. لا اله الا الله، مين اللي عمل الحالة التالتة دي؟ مش أنا، أمال مين؟ كمبيوتر. مش أنت عرفت كابلات؟ الكابل مش فيه قوة؟ هو حط الكابل بالقوة اللي فيه في حالة تحميل لوحدها اسمها بي تي فاينل، بوست تنشن فاينل. لعلم حضرتك لو أنا عرضت الديفليكشن نتيجة الديد بس، الديفليكشن هيبقى لتحت نتيجة الأون ويت والكفرنج والحوائط. تلاقي يا باشمهندس قبل ما نخلص هنصحيك. لو انا عرضت الديفليكشن نتيجه اللايف لود بس، لو انا عرضت الديفليكشن نتيجه اللايف لود، انا قلت لكم ان احنا على الهوا. معايا؟ يعني حضرتك ممكن الفيديو اللي احنا بنصوره ده او اللي احنا بنسجله ده ممكن يلف على الجمهوريه كلها. طبعا ما حدش عارف مين اللي تاوب يعني. ماشي؟ ولا جامعه ايه؟ صح ولا لا؟ سمعه بقى ايه؟ اللايف لود يا باشمهندس، لو انا عرضت النتائج نتيجه اللايف لود، الديفليكشن بتاعنا هيبقى لتحت. لو انا عرضت النتائج فقط نتيجه البي تي فاينل، الديفليكشن بتاع البلاطه لفوق. هو المفروض الديفليكشن النهائي للبلاطه مش عباره عن الديفليكشن بتاع الديد زائد الديفليكشن بتاع اللايف زائد الديفليكشن بتاع الكابلات عشان يطلع لك الديفليكشن النهائي. عشان كده جمعت الثلاثه دول مع بعض. وهختار من هنا سيرفيس نورمال ديفليكشن عادي مش عايز لونج تيرم، واقول له اوكي. هعمل كومباينيشن ثانيه هنسميها الترت. الديد يا جماعه هنضربه في 1 و4، واللايف يا جماعه هنضربه في 1 و6، والبوست تنشن فاينل هنضربه في 1 و6 عشان هنصمم الترت. معايا باشمهندسين؟ يا جماعه ما ينفعش اجمع الديد واللايف بس، ما انا لو جمعت الديد واللايف يبقى كده الكابلات ما اتاخدتش في الاعتبار، صح ولا لا؟ لازم المومنت النهائي اللي يطلع اكون خدت الكابلات في الاعتبار يا باشمهندس. مش الكابلات دي تعتبر ديد لانها موجوده في خرسانه؟ الايه؟ الكابلات اه تعتبر ديد عشان موجوده في خرسانه تقدر تطبقها. الكود المصري هو اللي قال كده، بنعتبرها كانها لايف لود. ماشي؟ حضراتكم ران، هقول له ران اناليسيز اند ديزاين. السيف بيعمل كل حاجه. السيف انت ترسمي له بس اي حاجه مقبوله من حضرتك، هو مفيش فيها مشكله خالص. معايا؟ ممكن تعملي عمليه تعملي له ديليت وتعدل المكان بتاعه. ايه رايكم يا جماعه لو عرضت لكم الديفورم شيب، وبص بقى على المفاجاه، شو ديفورم شيب، عرضت لكم الديفورم شيب بوست تنشن فاينل بس. يبقى انا كده بعرض الديفليكشن نتيجه الكابلات فقط. لعلم حضرتك هتلاقي البلاطه قبت لفوق، صح ولا لا؟ ما هي الكابلات لوحدها عايزه تعمل ديفليكشن لفوق. لعلم حضرتك لو انا عرضت الديفورم شيب بتاع الديد بس، الديد ليد عايز يعمل ديفليكشن لتحت، واللايف لود عايز يعمل ديفليكشن لتحت. يبقى الديفليكشن النهائي على السقف ده عباره عن ايه؟ مجموعهم التلاتة في الحالة اللي أنا جمعتها اللي اسمها إيه يا جماعة؟ وركينج. يروح مطلع لك الديفليكشن النهاية، تلاقيه طبعا صغير شوية، لو أنت وقفت عند أي نقطة يطلع لك قيمة الديفليكشن يا باشمهندس. حد معترض يا جماعة؟ ها؟ وأقارن برضه بالإسبان على 250، لو بين 2 سبورت والإسبان على 450. من قائمة ديسبلاي شو رياكشن؟
الرياكشنات بتاعتنا التيمت. واقول له اوكي، يروح الراجل كتر خيره ظاهر لك الرياكشن على كل عمود يا باشمهندس. ديسبلاي طبعا مفيش كاميرات هنا عشان كده دي مش شغاله. شو سلاب فورسز لو حضرتك عايز تشتغل بالطريقه التقليديه، لو حضرتك عايز تشتغل بالطريقه التقليديه. خلي بالك يا ابني، لو حضرتك جمعت المومنت بتاع الديد زائد اللايف بس، هتلاقي المومنت النهائي كبير شويه. لو جمعت المومنت بتاع الديد زائد اللايف زائد الكابلات، هتلاقي المومنت اقل. يعني لو فيكم حد قاعد في البيت كده وعمل كومباينيشن للديد واللايف بس، وعمل كومباينيشن تانية للديد واللايف والكابلات، هيلاقي ان الديد واللايف بس عايزه حديد اكتر من الديد واللايف والكابلات. فهمنا حاجه معايا؟ ما احنا عارفين ان الكابلات جايه عشان تقلل المومنت وعشان تقلل مين الديفليكشن يا باشمهندس. ممكن نحط لنا الكوره على انه ولا لا؟ لا مفيش الكلام. خلي بالكم يا جماعه ان السيف جاي للبلاطه، والعمود والحيطه مش تبع البلاطه. عشان كده لو حضراتكم افتكرتوا ومحدش سالني السؤال ده، انت ليه ما صممتش العمدان على السيف؟ العمدان مالوش علاقه، السيف مالوش علاقه بالعمدان. السيف له علاقه باي حاجه خاصه بالسقف. انت فاهمني؟ ماشي. من قائمه الديسبلاي شو ستريب بقى لو عايز تشتغل على الستريب. وقلت له عرض لي المومنت على الشرايح الافقيه، ادي المومنت يا جماعه على الشرايح. حضرتك لو ركزت هتلاقي المومنت على الشرايح ده قليل على فكره. معايا؟ لعلم حضرتك قبل الصلاه كان المومنت طالع 7 وشويه. لو فيكم حد افتكر كده المومنت على الشرايح كان طالع 7 وشويه و6 وشويه و5 وشويه، هنا تلاحظ ان المومنت ايه يا جماعه؟ بسيط وقليل. ديسبلاي لو قلت له بقى شو سلاب ديزاين. اوكي؟ راح عرض لك التسليح. باشمهندس ده في اماكن مش حاطط فيها تسليح. الاماكن اللي ما حطش فيها تسليح الكابل قدر يشيل المومنت، يعني المومنت اللي جاي من الكابل عاكس المومنت اللي جاي من الاحمال، فالمحصله كانت كام؟ انما في مناطق ثانيه الاحمال هي اللي غلبت، فمحتاجين فيها حديد تسليح. خلي بالكم يا جماعه ما ينفعش نسيب بلاطه من غير تسليح، فلازم نحط مينيمم. معايا ولا لا؟ لازم نحط مينيمم في الاماكن اللي هو مش محتاج فيها حديد تسليح يا باشمهندس. لا ما ينفعش، هو عارف الحته دي كويس قوي. ده كويس ان انت سالت سؤال، انا بقى اللي هساله بسؤال تاني. المفروض يا جماعه ان انا لما بحط كابل، الكابل ده حاطه عشان يلاشي الديد لود ولا الديد لود واللايف لود؟ على فكره يا جماعه الاكواد كلها قالت ان احنا بنحط الكابلات عشان تلاشي الاون الديد لود بس لسبب صغير. تخيل انا عندي كوبري، تخيل انا عندي كوبري، الكوبري ده حاطط فيه كابلات. الكابلات اللي موجوده دي يا باشمهندس بتعادل الديد زائد اللايف. تخيلوا لو الكوبري ده ما عليهوش عربيات، يبقى الكابلات تغلب الديد، تلاقي الكوبري راح مكمبر لفوق. صح؟ بعد شويه العربيات جت، تلاقي الكوبري راح نازل. بعد شويه العربيات ما جاتش، طالع نازل. حضرتك ده بيسموه يا جماعه؟ الفتيك. حضرتك ده بالسلامه كده الكوبري خلاص ومش هيعمر، هو كلها اسبوع وهيقع. معايا؟ ليه حضرتك زي ما تجيب حديده قدامك تعمل كده؟ صح ولا لا؟ ده اسمه الفتيج ستريس. معايا؟ فطبعا يا جماعه الكابلات بتتحط عشان خاطر مين بس؟ الديد لود. ديسبلاي شو بانشنج؟ يروح الراجل عامل لك تشيك على البانش. على فكره يا جماعه في عمود هنا فوت مننا. العمود ده عن صيف. العمود ده عن صيف بانش. هو اي نعم يا دوب بس يعتبر عن صيف. يعني واحد واحد من مية يعتبر انصيف، بس مش انصيف قوي يعني، بس انصيف. معايا؟ فلازم العمود ده يكبر شوية. ماشي، ممكن نخليها 40 في 40. معايا؟ انما بقية العمدان كويسة يا باشمهندس. واحد يقول لك هو ما ظهرش ليه على الحوائط؟ هو في بنش مع الحوائط الخرسانية ولا ايه؟ مفيش بنش. هيطلع سيف. هيطلع سيف مش ما فيهوش مشكلة. انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه بنش؟ اختراق. تلاقي العمود راح مخترق البلاطة كده يا باشمهندس. معايا؟ يعني في مره واحد صاحبي في الامارات هو بيقول لي شفنا منشأ بره صبينا اول سقف وجينا نصب السقف اللي بعديه، فطبعا الشده الخشبيه فوق السقف القديم، وجينا بنصب يوم الصبه بالظبط،
بعد ما صبينا السقف كله فجأة لقينا السقف اللي تحت راح واخد الشدة الخشبية اللي عليه وراح نازل، حصل بنش لكل العمدان، حصل لها اختراق للسقف كل العمدان بسبب صغير ان حضرتك وزن السقف اللي بيتصب اتحمل على وزن السقف اللي تحتيه، فالسقف اللي تحتيه ما قدرش يستحمل فعمل بنش ستريس على العمدان، فعلشان كده حصل الانهيار يا باشمهندس. وراني الصور بتاعتها كان شكلها صراحة يودي في داهية. الحالات دي تشيل يا باشا، شيل يلا. لا دي تزود العمود، تزود قطع العمود. ايه رايكم يا جماعه لو انا قلت له شباب باشمهندسين، لو انا قلت له رن ديتيلنج، لو انا قلت له رن ديتيلنج ورحت قايل له ديتيلنج شو ديتيلنج، طبعا ما فيش هنا ايه بيم. لو انا رحت للتندم وقلت له اعرض لي اللي اوت، اوكي، يروح الراجل عامل لك لوحه بالكابلات اللي موجوده، مش كده وبس، ده كاتب لك على كل لوحه القوه اللي الكابل ده هيتشد بيها 365 كيلو نيوتن. معايا يا جماعه؟ طب مش كده وبس، ديتيلنج شو ديتيلنج، لو حضرتك يا فندم رحت للدروين هيعرض لحضرتك الحديد البوتوم اللي احنا عايزينه في البلاطه. ايه يا عم هي مالها فاضيه ليه كده؟ واضح كده ان الكابلات مكفيه ومش محتاجين فيها حديد، بس هنحط حديد ايه يا جماعه؟ لو حضرتك قلت له شو ديتيلنج هتلاقي الـ 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 الحديد والطب على فكره محتاجين فيه. طب بار هتلاقي في بعض الاماكن، في بعض الاماكن اللي محتاجين فيها ايه يا جماعه؟ طب بار يا باشمهندس حديد علوي. معايا؟ لو عايزين نصدر اللوح بتاعتنا من قائمه فايل اكسبورت درون اول شيت نبعتهم للحته الفلانيه اقول له ستار يبدا يصدر يا باشمهندس. في مشاكل؟ على فكره يا جماعه في حته كده كانت موجوده في المشروع اللي فات بس ما قلناهاش، ممكن نقولها دلوقتي. ايه رايكم يا جماعه ان انا ممكن اعمل لكم ريبورت عن السقف بتاعنا؟ يروح الراجل عامل لك ملف وورد كده حوالي 30 40 50 60 70 ورقه، حضرتك لو دخلت بس من قائمه فايل وقلت له كرييت ريبورت، بصوا كده من قائمه فايل، فين كرييت ريبورت دي؟ اهي يا باشمهندس كرييت ريبورت، هيطلب منك تسيف، لو سيفت على الديسك توب باسم مثلا واحد وقلت له سيف، يبدا الراجل يصدر الريبورت بتاعنا من السيف للاكسل يا باشمهندس، سوري من السيف للوورد. بس طبعا بياخد وقت يعني على بال ما يصدر. يعني اشمعنى هو اللي هيصدر يعني؟ بص يا جماعه لو رحنا على الديسك توب، بص يا باشمهندسين لو رحنا على الديسك توب هنلاقي ملف وورد اهوت، وتلاقي الراجل اوتوماتيك بسم الله ما شاء الله راح فاتحه لك. معايا؟ بس طبعا يعني ايه، هو تقيل شويه بس يعني نستحمله. يا جماعه ادي الملف بتاعنا ومديك الكونتنت اللي موجوده في الملف، ويبدا بقى يشرح لك الموديل بتاعك بكل البيانات اللي موجوده في المشروع والرياكشنات اللي على العمدان والتصميم بتاع البلاطه وحالات التحميل وكل حاجه اوتوماتيك. يا دوب انا بس قلت له ايه؟ فايل كرييت ريبورت. وادي المومنتات وادي التصميم بتاع الشرايح، خد كل شريحة عمل لها تصميم. طبعا كتير، هو كام ورقة؟ 127 ورقة، 127 ورقة.
باشمهندسين باشمهندسين الحصه اللي فاتت في السيف ها والله كنت لسه هقول اهو شوف شوف كنت لسه هقول اهو في الحصه اللي فاتت لو تفتكروا لما جينا صدرنا اللوحات بتاعتنا كان كاتب لك هنا 2 فاي 16 و2 12 و2 18 والكنات مستخدم فيها فاي 10 وفاي مش عارف مين صح ولا لا هو انا ينفع يا باشمهندس احدد له حجم السايز بتاع السيخ اللي هيستخدمه كان المفروض قبل ما تقول له ران ديتيلينج كنت تدخل على حاجه اسمها ديتيلينج بريفرنسز ودي يمكن يا جماعه الصفحه اللي احنا عديناها في المذكره قبل الصلاه لو تفتكروا كده صفحه 23 صفحه 23 كان في حاجتين كده في الاول قلنا سيبهم دلوقتي اللي هي من قائمه ديتيلينج بريفرنسز معايا طب دي بتعمل ايه يا باشمهندس بص يا عم ديتيلينج بريفرنسز سوري ديتيلينج بريفرنسز سؤال صغير انتوا عايزين الاطوال اللي تظهر في اللوحه بالمتر ولا بالسنتي ولا بالملي حضرتك بتختار من هنا والدليل على كده حاجه لو رجعنا تاني للوحه هتلاقي كاتب لك الابعاد بالايه بالمتر صح ولا لا حضرتك لو عايز الابعاد اللي تطلع بالملي تغير الايقونه دي بدل متر خليها سنتيمتر او خليها مليمتر او خليها بالفوت السكشن القطاعات والسكنس مكتوب هنا ايه يا جماعه الدليل على كده حاجه لو حضرتك بصيت للكاميرا دي مكتوب عليها الابعاد بالمتر لما جه خد سكشن فيها حاطط لك الابعاد على السكشن بالايه بالملي حاطط لك الابعاد على السكشن بالملي لو حضرتك عايز الابعاد اللي على السكشن تطلع برضو بالمتر حضرتك تغير من هنا بدل ملي متر تخليها يا باشمهندس متر يبقى معنى ذلك من قائمه ديتيلينج بريفرنسز حضرتك بتقدر تتحكم في الاخراج بتاع اللوحه تاني حاجه يا جماعه ريبر سبيسنج كلمه ريبر معناها تسليح على فكره يعني ايه ريبر سبيسنج ها المسافه ما بين السياخ مكتوبه هنا بالايه بالملي ما هو الدليل على كده يا جماعه حاجه لما جه كتب لك الكنات قال لك 14 كان فاي 10 السبيسنج كام 275 ملي لو انا عايزها بالمتر او عايزها بالسنتي حضرتك ممكن تغير من هنا يا باشمهندس حضراتكم من شويه لما ظهرنا القوه اللي موجوده على الكابلات في البوست تنشن كان طالع لنا بالكيلو نيوتن لان مكتوب هنا كيلو نيوتن لو حضرتك عايز القوه اللي تطلع على الكابل تطلع بالطن يبقى تختار من هنا كلمه طن يا باشمهندس فهمنا حاجه يا جماعه حد معترض يا اخوانا يبقى معنى ذلك دي كده اخراج اللوحه معايا نعم الوحدات اللي انت حضرتك دخلت بيها الجريدات دخلت بيها القطاعات دخلت بيها الاحمال انا بتكلم في اخراج اللوحه بتكلم في الاخراج والدليل على كده ان انا جبت الشاشه دي من ديتيلينج جبتها منين من ديتيلينج انت فاهمني حضرتك يا باشمهندس لو دخلت من ديتيلينج سلاب بريفرنسز ريبر سيلكشن بيقول لحضرتك اقل سايز من السياخ جوه البلاطه فاي كام واكبر سايز كام طبعا انت مدينه رينج كبير ما بين ال10 وال25 عدى على ال12 وعدى على ال14 وال16 وال18 صح ولا لا لو انا قلت له اصغر سايز هو 10 واكبر سايز هو 10 يبقى اكيد حديد البلاطه ده هيطلع فاي كام فاي 10 فهمنا حاجه يا جماعه ده حاجه مثال صغير برضو من قائمه ديتيلينج زي ما في سلاب بريفرنسز في بيم بريفرنسز ريبر سيلكشن اقل سايز للسياخ في الكاميرات فاي 12 وكان اكبر سايز كام عشان كده الراجل كنا سايبينها له مفتوحه فاختار اللي هو عايزه انما لو انا قلت له اصغر واحد 12 واكبر واحد 16 خلي بالك انت كده ممكن تخليه عدى على ال 14 صح ولا لا؟ فممكن حضرتك تخلي اصغر واحد 16 واكبر واحد 16 لو يبقى كده الكاميرات كلها تطلع فاي كام؟
لو عايز افاي 12 يبقى اصغر واحد 12 واكبر واحد كام؟ 12. باشمهندسين بالنسبه للكامات استيرب بار اصغر فاي فاي للكامات، لا يا عم خليها 8، واكبر فاي هي فاي 8 برضه، صح ولا لا؟ كده الكامات بتاعتك هتطلع فاي 8 يا باشمهندس. يبقى معنى ذلك يا جماعه من قائمه ديتيلنج، في ديتيلنج بريفرنسز، دي اخراج اللوحه نفسه بالاسلاب بريفرنسز عشان نختار حديد البلاطه، بين بريفرنسز عشان نختار حديد الكاميرا يا باشمهندس. كل ده الكلام ده نعمله قبل ما نقول له ايه يا جماعه؟ ران ديتيل. حد ما طرد باشمهندسين حاجه صغيره كده احب اقولها ظريفه جدا دلوقتي يا جماعه. احنا المشروع بتاعنا اللي احنا كنا اشتغلناه قبل كده على الايتام، هو فين؟ ماشي بصوا كده، فاكرين يا جماعه المشروع دوت؟ فاكرينه؟ ايه رايكم لو خدنا منه سقف وديناه على السيف؟ تيجوا نودي سقف للسيف من قائمه فايل اكسبورت، وهسيف الكلام ده على انه ملف سيف فيرجن 8، سيف ستوري السيف فيرجن 8 تكست فايل. الكلام ده موجود في المذكره على فكره، الكلام ده موجود في المذكرة صفحة 39. فايل اكسبورت للسيف فيرجن 8، في فيرجن 12 بس خلينا فيرجن 8. انتوا عايزين تبعتوا انهي دور؟ ايه رأيكم لو بعتت دور الباركينج 1؟ انتوا عايزين تبعتوا الملف بالاحمال اللي عليه بس، ولا بالاحمال اللي جايه عليه من فوق، ولا بايه بالظبط؟ اولا انا هبعت سقف، اي سقف في الدنيا ما بيجيش عليه احمال من فوق. الحاجه الوحيده اللي ببعتها بالاحمال اللي جايه عليها من فوق لو انا هبعت البيز، لو انا هبعت اللبشه، يبقى انا محتاجه يبعت اللبشه بالاحمال اللي جايه عليها من فوق، اللي هي الرياكشنات اللي جايه عليها يعني. انما لا، ده انا كنت عايز ابعت دور باركينج، والباركينج انا عايز ابعته بالاحمال اللي عليه اللي هي دي الدولايف. اول ما اقول له اوكي يطلب منك تسيف. ايه رايكم يا جماعه لو سيفنا مثلا على الديسك توب؟ ماشي، قلت له سيف. راح الراجل مسيف الدور دوت ببلاطات وبكاميرات وبكل حاجه على الملف ده. نفتح مين بقى يا جماعه؟ نفتح السيف. كنا زمان بندخل من قائمة فايل ايه؟ لا هقول له امبورت، امبورت ملف سيف، واروح على المكان اللي انا سيفت فيه اهو يا جماعة، واقول له اوبن اوكي. تلاقي الراجل راح قاري لك الملف وجايبه لك قدامك. حضرتك لو وقفت كده في 3 دي بس لحظة،
تلاقي الراجل جايب الاعمده بتاعته بالحوائط الخرسانيه بتاعته بالاحمال بتاعته بكل حاجه بتاعته. كل اللي عليك بس ان انت تحل وتخليه يصمم لك ويعمل لك تشيك على البنش ويعمل لك كل اللي انت عايزه. فهمت حاجه؟ ها؟ الايه؟ كلنا بس اللي نسيب نصمم برضه قواعد كده. ليه؟ نصمم قواعد. بيعمل كل حاجه. فاين نيو موديل برضه سبرنجات برضه نفس النظام. لو ايه يا باشمهندس؟ حاضر حاضر نفس النظام.